اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى كتركم معايا النهارده نختبره بقى مع بعض. يوجر فروتس، واو ده بونبوني كبير جدا جدا جدا. تعالوا بقى نفتحه وندوه مع بعض. تلبان على فكره، يا ترى بقى هيكون، بصوا ده كمان طويل قوي قوي، اول مره اشوف يعني لبان طويل قوي كده بكذا فليفرز مختلفه. هندوهم بقى مع بعض، هجيب لكم كمان المزور عشان نقدر ان احنا نقيسه واوريكم بقى ان هو فعلا طويل جدا. ترى نشوف بقى هيطلع طوله قد ايه. ايه ده، مش هصدقوا ده طوله 56 سنتيمتر. بعالهم انا اول مره اشوف حاجات حلوه طولها 56 سنتي، طويل قوي كده. واو ده شكله فعلا جامد قوي. اكيد طبعا بقى في اللبان الكتير قوي ده اللي بطعم الفروتس، في منه كتير قوي جوه. الله ده كمان اربع فليفرز مختلفه بطعم الفراوله. بس حابب بس ان انا اول افتح لكم الاستيكر عشان نقدر احنا نطلع اللبان اللي فيه وندوق طعمه. مكتوب عليه مستر فروت. بصوا ايه ده، ايه الفروس الكتير قوي ده فيه الخوخ وفي فراوله وفي توت الازرق وفي ايه كمان، اناناس. ايه ده، الله ده اربعة فليفرز شكلهم جامد قوي. بصوا كمان بالزبادي، انا اول مره اشوف ايه فاكهه بالزبادي في البان. تعالوا بقى نقدر ان احنا نفتحه وندوقه مع بعض واقول لكم بقى ايه، يا ترى ده البان ولا طافي، هيكون طعمه عامل ازاي. واو بصوا جبت لكم بقى، تعالوا نشوف اول واحد الاناناس، هقول لكم يا ترى بقى طعمه عامل ايه. مستعدين؟ اهو بفتح بقى الكيس كده. واو بصوا ياخد بقى كده حته منه. الاناناس فيه طعم حلو قوي مع الزبادي، عامل ميكس جامد جدا. الله طعمه حلو قوي. تعالوا بقى ندوق الفراوله بقول لكم بقى ايه رايي فيه. مستعدين؟ واو برضه الفليفر بتاع الفراوله قوي جدا. طعمه عجبني قوي. وقوي برضو. تعال نشوف بقى الخوخ. يا ترى هيطلع طعمه عامل ايه؟ وكده بقى خدت حته منه. الخوخ فعلا فظيع. طعمه حلو قوي. فاضل لي بقى توت اللزق، يا ترى هيطلع طعمه بقى عامل ايه. ده طعم ساعة جامد جدا. نفسي عجبني قوي، كلهم الاربع فليفرز عجبوني. طول 56 سنتي ده لما طلعش على الهباء، ده طلع فعلا الكاندي اللي فيه طعمهم جامد جدا ويدوبوا بقى كده في البق، فطعمهم عجبني قوي. قولولي في الكومنتات لو انتوا كنتوا دقتوهم قبل كده واني اكتر فليفر بتحبوه. لو دقتوا بقى اللي هي الفواكه اللي بالزبادي في الكاندي الفظيع الطويل قوي ده، قولولي بقى في الكومنتات. بليز متنسوش انتوا تتابعونا قناة العاب الاطفال عشان نجيب لكم بقى اختبارات اكل كتير عندوها بقى مع بعض، ولعب تانية كتير من بلاي موبيل وباربي، حاجات هتعجبكم قوي، نعمل تجارب مع بعض هتعجبكم جدا. وبليز متنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. هتوحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.